طب كابتن شريف هروح معاك بقى للسؤال اللي اتطرح كتير والناس برضو كتير يعني من الجمهور الاهلي عايز يعرف هنا وضع كمان المعارين والغائبين بقى زي صالح جمعه مع موسيماني، يعني الوضع تتوقعه هيبقى عامل ازاي بقى الفتره اللي جايه؟ مختلف تماما طبعا. انت دلوقتي في مدير فني جديد هيشوف كل اللعيبه، هيجي له التقرير بتاع كل لعيب. انا كمدير فني لما ببقى جاي انا ماليش دعوه، ببص على التقرير وبحترم كل حاجه بقدره، بس لازم اشوف بعيني. يبقى في ناس هتاخد فرص حقيقيه، في ناس هتتشاف تاني. يعني صالح جمعه النهارده الراجل دخل على طول السكور، بقى موجود النهارده متواجد في ضمن قائمه ال 18 لعيب او 20 لعيب الموجودين في المعسكر. دي حاجه كويسه جدا، الراجل بدايه جديده، بيدي روح جديده للفرقه، بيدي روح منافسه. النهارده هتلاقي غير الماتش اللي فات خالص، هتلاقي روح جديده، لان خلاص انت لما تبقى مدير فني وانا عارف ان انت ماشي، فهتلاقي 50% مفيش. صح. انما دلوقتي مدير فني جديد، اتفرج على الباور اللي موجود على اللعيبه، كل لعيبه هيثبت نفسه من اول وجديد اكنه اول مره يتشاف.